دلوقتي نسيب حضراتكم مع لقاء أجريته الزميلة إلهام نمر مع مارتن جريفيث رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. سيد مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مرحبا بك سيد مارتن. فيما يتعلق بالخسائر والأضرار تم إدراجها في جدول ومناقشات مؤتمر COP27، كيف ترى هذا؟ أرى أن هذا التوقيت مناسب جدا للترحيب بوضع هذا البند في جدول أعمال، وشكرا لمصر لوضع هذه الجهود والتنظيم الجيد. فيما يتعلق بالخسائر والأضرار، نقطة واقعية وأثرت على كثير من الناس يعرفون عنها جيدا، هي ستكون فكرة جيدة وناجحة في وضع هذا المؤتمر. هل تعتقد أن التمويل، فيما يتعلق بالتمويل التكيف، أعتقد أن التمويل بشكل عام مهم جدا، وأحد سبيل المثال في الصومال التي تعاني كثيرا، التي ترى أنها في مجاعة الآن، وليس هناك كافيا من التمويل لمناسبتها في عملية التكيف. ومن المهم جدا أيضا أنه لا نعرف بالقدر الكافي كيف يتم إنفاق الأموال التكيف، كيف يمكننا أن نقرر المبلغ المناسب، من سيحصل عليه، هل يحضر على قرض أم منحة، ماذا أيضا في سياقات كدولة مثل الصومال. أتمنى أننا في مصر ومبادرة مصر أن تحقق إنجازا في هذا الأمر. فيما يتعلق أيضا شفافية أكثر فيما يتعلق بالتمويل المناخي، هل ترى أنه يمكن السهل حقيقة؟ إنها جوهرية، يمكننا تحقيق هذا. فيما يتعلق في المساعدات الإنسانية، نحن لدينا فيما يتعلق بالشفافية كبيرة في الأموال المجمعة، وأيضا كيفية يتم إنفاقها، وأيضا لدينا التزامات ووعود عالية. وكان في عام 2009 كانت هناك ملايين المليارات ومئات المليارات التي تم الالتزام بها، وإذا فإن الشفافية مهمة جدا فيما يتعلق بالمساءلة والمحاسبة. هل تعتقد أن الأزمة الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة تؤثر على إنجازات ما التزامات COP27؟ أنا كما تعلمون في الوقت اللحظة الراهنة نحن مشاركين في ما يتعلق بتصدير الحبوب من ما يطلق على اتفاقية البحر الأسود، لكن فيما يتعلق بالبنى التحتية والنقل لها مهمة جدا، ولكن صعبة على الناس الذين يعيشون في هذه المنطقة، ولكن هذا هو الحرب. هذا ماذا يتعلق بالمناخ، عندما المناخ والحرب إنهم معا سوف تأتي بنتائج وهي ندرة الأمن الغذائي. شكرا لك سيد مارتن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.